تفضل. قبل بداية رحلة القطار الطويلة أتى مدير المؤونة قائلاً: سنزودكم بقليل من الماء وكسرة خبز لكل واحد منكم. حقيقة لم نندهش، فذاك البخيل لم يغير ثوبه منذ سنين. انطلق القطار وهدأت الأصوات، تحرك ببطء ثم أسرع فأسرع إلى أن وصل حده. فلما استقر ذهبت إلى آخر مقطورة حيث الراحة، ليضيف بريشة فنه قصة قصيرة إلى وجع وألم الغربة. انتهت القصة؟ نعم، لأنها قصة قصيرة، قصة أيضاً تمت أيضاً أن تكون نعطي مساحة للخيال بشكل أكبر. وين خيالك هني فهد؟ إلى وجع وألم الغربة. أنت أخذتك اللغة عن روح القصة، كنت تلهث تريد أن تبرر وأن توظف المفردات اللي هما ست مفردات، لكن ذهبت عنك القصة. هل تعتقد أنك كتبت قصة قصيرة؟ كيف؟ هل تعتقد أنك كتبت قصة قصيرة؟ ربما. القصة يعني ليست فيها مقومات القصة القصيرة ولا الأقصوصة كذلك. هذا هو التحدي، يعني نكتب خلال 5 دقائق فقط. الجو يحتاج أكثر يعني راحة، أكثر دقة عشان تكتب يعني. التحدي يا فهد أن تكتب في 5 دقائق وتوصل الفكرة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فلا تدع الوقت يقطع، اقطعه أنت. العفو، شكرا.